أول فوز لمنتخب عربي وأفريقي في نهائيات كأس العالم وكان عن طريق نصور قرطاج منتخب تونس. تونس في أول مشاركة ليها في كأس العالم سنة 1978، البطولة اللي أقيمت في الأرجنتين، قدرت تبقى أول فريق عربي وأفريقي حقق فوز في كأس العالم لما فازوا على المكسيك 3-1 في المجموعة الثانية من بطولة 1978 واللي أقيمت في الأرجنتين.